يوم الأحد الساعة 10 اتصل ابني سامر فيا: مامي حسين انطخ. شو حسين انطخ؟ بعدين حسين مات. انجنيت انجنيت. أصابها يا حبيبتي، ما أصابها ولا أصابها. أسكر التلفون، ما بعرف شيء، صرت أصيح في الدار انجنيت. طحن بناتي على صوتي. عائلة حسين شحادة الذي كان يبلغ 29 من عمره عندما قتل وصفته بالحنون القريب إلى العائلة المحب للحياة والاستمتاع. عمله كان قيادة سيارة ليموزين هنا في غريت فولز في ولاية فيرجينيا. آخر صورة له في ناد ليلي في ميامي قبل ساعات من مقتله تظهره يبتسم مع أخيه سامر الذي رافقه في الرحلة، ومن ثم هذا الشريط الذي يظهر حسين يقع على الأرض بعدما أصيب بالرصاص. لف وجهي على الأرض هيدا وأنا هيدا ببحر عليه، وشفت أخذ الآخر نفس وقام. شفت الموت طلع من عينيه، يعني ما استشرش عينيه، ضل أخذ الآخر نفس وعينيه ضل مفتوحين. جميع المحاولات لإنعاش حسين شحادة فشلت. ليس هذا فقط، بل قامت الشرطة باعتقال أخوه سامر لعدة ساعات، وقالت إن حسين كان يملك سلاحاً ما عندما قتل. هاتف أخيه سامر النقال كان يسجل دعوات سامر صدفة وهو في سيارة الشرطة. الشرطة في تحقيقها للقضية سألت الشهود إن كان الأخوان يتحدثان باللغة العربية، وقالت إنها حققت في القضية ووجدت أن الشرطي الذي قتل حسين شحادة غير مذنب. بعد أقل من أسبوع من الحادث أعيد الشرطي الذي قتل حسين شحادة إلى العمل في حراسة شوارع ميامي مرة أخرى. في نفس اليوم الذي أعيد فيه إلى العمل قام بقتل رجل آخر. حادث مقتل حسين شحادة هو أول مرة تقوم فيه شرطة ميامي بقتل شخص منذ عام 2003. اللجنة العربية الأمريكية لمكافحة التمييز وعائلة شحادة يطالبون وزارة العدل بتوجيه تهمة ارتكاب جريمة كراهية إلى الشرطي، وتقول إن الشرطي أسرع بإطلاق النار بسبب عرق شحادة. يقولون هم غلطوا. تصل المؤسسة العربية الأمريكية لمكافحة التمييز بين 10 إلى 20 شكوى في الأسبوع عن تمييز ضد أشخاص لكونهم عرب من قبل مؤسسات حكومية أمريكية من الشرطة إلى غيرها، ولكن هذه من أوائل الحالات التي تصل فيها إلى القتل. منى الشقاقي، العربية، Great Falls, Virginia.